السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هبدأ أعملها إن أنا أحط الإكيوبمنت تحتي، أقول له كرييت وأبدأ أختار البامب اللي أنا عايزها، وليكن مثلا الهوريزونتال. بيبدأ يجيب لي الأبعاد بتاعتها من إكيوبمنت، بلاقي كل الأبعاد اللي أنا ممكن أحتاجها بالشكل دوت، والبروبرتيز بتلاقي هنا الخصائص، المصنع، الماتيريال، السايز، الديسكريبشن، الايتم كود وهكذا. تقول له كرييت، تبدأ تحط المكنة بالشكل دوت، تمام. بيبدأ يقول لك إذا كنت عايز تعمل لها روتيت أو حاجة زي كده، تمام. هنا في مكان للدخول ومكان للخروج، وهنا لو أنت عايز تعمل إيديت للنوزل ديت تقدر تختار اللوكيشن هتبقى موجودة فين، المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا، وتقدر تختار السايز اللي أنت عايزه، تقدر تختار الوحدة اللي أنت شغال عليها، البريشر كلاس اللي أنت عايزها، الإند تايب، وتقدر تختار شكل النوزل، تمام، اللي انت شايف انها انسب، تمام. هنا ده التايب والنيم لو انت عايز تغير الاسم بتاعك. طيب ممكن تقول بعد كده كلوز وكلوز. طيب ممكن نيجي هنا اقول له انا عايز ابدا ارسم بايب بالشكل دوت. طيب ولو عايز تبدا تطلع تقول له الفيشن ايه، هيقول لك بقى عايز تكتب قد ايه، تمام، مثلا قد كده، وبعد كده تمشي و بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده اختار البامب دي واقول له كوبي وابدا احركها، ادوس اف 8 اف 8 عشان تتحرك بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن بعد كده اجي هنا على البايب ديت واقول له انا عايز ارسم بايب، وابدا امشي البايب. طيب تقدر توصل البايب ديت، خلينا نشوف 3D. اقول له اليفيشن وابدا ارسم من هنا لهنا. اجي اعمل سيلكت على البايب هنا واقول له هرسم البايب، ابدا ارسمها لي بالشكل دوت. نقدر نضيف من البي اند اي دي لاين ليست، بيبدا يفتح لي القائمه كده، تبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها، تمام. لو تقدر مثلا تقول له انا عايز اختار مثلا من هنا، دي كل المقاسات اللي موجوده. لو حاجه لون باهته يبقى هي موجوده في قلب المشروع بتاعي، تمام. الشيك فالف ده مثلا مش موجود، لان اقدر اقول له بليس واقدر اسحبه واحطه اهو على البايب بالشكل دوت، بحدد الاتجاه بتاعه بليس، نقدر نحطه بالشكل دوت. لو انا عايز اضيف مثلا، تعال نشوف الكومنت، نبدأ نشوف ايه اللي ممكن نضيفه من هنا. خلينا مثلا نضيف تانك، مثلا تانك بيقول لي في هوريزونتال تانك جاهز اهوت، وفي فيرتيكال تانك جاهز، وممكن انت تعمل حاجه خاصه بيك، نيو هوريزونتال تانك، نيو هوريزونتال. يبقى بتعمل حاجه تفصيل، بتيجي هنا كومنت بقول له انا عايز اضيف شكل معين، تمام، وليكن مثلا سلندر معينة بالشكل دوت، وبعد كده تضيف شكل تاني، أي شكل أنت عايزه، تمام. تقدر تضيف حاجة مثلا زي كده، تمام. تقدر تضيف وتحدد المسافة بتاعتهم وتحدد الخصائص، ممكن تضيف راوند تو ريكتانجل لو عايز، أي عناصر عايز تضيفها تقدر تضيفها بدون أي مشاكل خالص. مثلا كيوب مثلا تقدر تضيفه، تمام. طيب ممكن بقى في الاخر بقى بعد ما تعمل التانك اللي انت عايزه، تمام، تقدر تقول له كرييت وتبدا تحط التانك بالشكل دوت حسب ما انت عايز، تمام. لما تيجي تعمل سيلكت جايب لك ان انت تضيف نوزل في المكان اللي انت عايزه، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه ليه،
وتقدر تختار المقاس بتاعه وتختار الاند تايب واليونت والبرشر كلاس وكل الحاجات ديت. تمام، هيطلع معاك بالشكل دوت، ومن هنا تبدأ ترسم الماسورة بتاعتك. تمام، تبدأ تسحب دي كده، وبعد كده تقول انا عايز ارسم البايب بتاعتي لحد البايب ديت، او بقى يبدأ يديك اقتراحات لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. تمام، وبعد كده تقول له اكسبت، انا خلاص انا موافق على الشكل ده. طبعا في اشكال كتير تقدر تختار لحد ما توصل للشكل المناسب ليك. طيب انا كل مره هعمل بقى التانك دوت، لا ممكن اجي على التانك دوت اقول له انا عايز كريت اكويبمنت، هتدخل جواه اهو ده التانك اللي موجود، هقول له احفظه لي كتمبليت. تمام، وهحطه في الفولدر بتاعي واسميه www سيف، هيبقى موجود معايا في قلب التانكات. تمام، لو حبيت ان انا اختاره بعد كده هتيجي هنا وتقول له التمبليت وتحمل التمبليت اللي انت عايزه، وتقدر تيجي من تمبليت وتقول له مور تمبليت وتختار الحاجة مثلا دوت. تمام، او ان انت تسيفها في الفولدر نفسه اللي فيه الليجومنت عشان تظهر معاك على طول في القائمة هنا.